اهلا وسهلا، تحياتي لكم وتحيه للطاقم التقني ديال جريده اشواق. نقدم لكم راسي معكم فوزي البواقع ديال مدينه تازه. كنعيش حاليا في مدينه طنجه. و مدينة طنجة صراحة الله يعني مدينة جميلة ومعروفة من أجمل المدن المغربية. بالنسبة للنطاق الاقتصادي والنطاق يعني السياحي، وتحياتي لسكان مدينة طنجة من هذا المنبر. الله يجازيك بخير أخي. شنو هي الدومين ولا المجال اللي كتشتغل فيه؟ الدومين هو الكابلاج، يعني اللي معروف أنه كيجي لطنجة معروف كيخدم، أغلبية كيخدموا في الكابلاج. وكاع المدن المغربيه يعني جميع الشباب ديال المدن المغربيه اللي كيتنقلوا لمدينه طنجه ولا مدينه قنيطره على هدف انهم يخدموا في الكابلاج. وحاليا دابا يعني هذه 6 سنين وانا في يعني في الكابلاج، في شركه ديال الكابلاج، شركه واحده. الله يبارك فيك اخي، الله يجازيك بخير. 6 سنين راه ماشي سهله، وحاجه يعني هذا الظروف وطاف الخبز اللي خلاك يعني اللي خلاك تستمر وتصبر لهذا الشيء كامل. واليوم ان شاء الله غيكون نقاش حول هذا الموضوع هذا، لانه يعني قاس الشباب المغربي بزاف، وبزاف ديال الحوايج اللي كيعانيو منها الشباب المغربي. وان شاء الله انه يوصل الصوت ديالهم. ان شاء الله الله يجازيك بخير اخي. شكرا. السبب اللي خلاك اليوم انه تعدل هذا الريبورتاج هذا وتوصل الصوت ديال الشباب، شنو هو المشكل بالضبط اللي كتعاني منه انتما كشباب في الكابلاج؟ بزاف ديال الحوايج اللي كيعاني منه الشباب، والسبب الرئيسي اللي خلاني ندير هذا الريبورتاج هو انه يعني كما كنقولوا وصلت العظم. ويعني كانوا بزاف ديال المتطلبات ديال الشباب اللي خلاوني انني نوض نهضر على هذا الشيء. السبب الرئيسي اللي خلاني نهضر على هذا الشيء هو طلب الشباب والشابات اللي خدامين معايا اولا، وثانيا اللي خلاوني نهضر على هذا الشيء هو انه الطلبات ديال الناس في التواصل الاجتماعي، المتابعين ديال التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيك توك. مع العلم انني كنت لاحظت واحد الفيديوهات في كنهضر على الكابلاج، وبزاف اللي طلبوني انني ندير واحد التصريح على هذا الشيء هذا ونهضر باسم الشعب واسم الشباب. الله يبارك فيك اخي. المشاكل، اول مشكل هو الضغط النفسي اللي كيعيشو الشاب في الكابلاج، هو الضغط النفسي والحقره. يعني كتلقى شاب يعني عنده واحد الاجازه في الدراسه، وكتلقى يعني واصل تبارك الله، وكتلقاه مسكين كيتخلص ثمن ديال واحد انه يعني تلقاه ما قراتش، داخل بالوجيات. واش فهمتي اللي بغيت نوصل لك؟ يعني كتلقى داخل بالوجيات وكتلقى كيتخلص الثمن ديال واحد اللي تبارك الله الحياه ديالو كامله داز قايه. بما انك كتهضر على الفلوس، انت حاليا بما انه 6 سنين غتكون غيكون الصغير ديالك وصل شي 10,000 درهم. هذا السؤال هذا اللي بزاف الناس كيسولوا عليه، كيسمعوا 6 سنين ديال الاقدميه ولا 7 سنين ولا 8 سنين ولا 10 سنين كاع ديال الاقدميه، الصالير ديالك ديال واحد عنده 10 سنين هو الصالير ديال واحد اول نهار دخل. يعني الصالير ما كيتبدلش، كيتبدل حاجه وحده هي الامياسيون. يعني الا تاميوريتي في وسط الشركه وتبدل لك البوست اللي بالطبع كيطلب ديبلومات وكيطلب ليكسبيريونس، هذيك هي اللي كيقدر يتزاد لك واحد المبلغ بسيط. يعني ما تسمعش انه يعني مبلغ يعني باهظ ولا شي حاجه بحال هكا. والصالير ديالي انا كان عندي خبره 6 سنين باقي سميك ديال المغرب، يعني 2600 درهم. والله يصاوب وصف. ما كيتزاد والو، كيبقى هو داكشي. يعني ما يمكنش انه يزيدك الدوله انك تطالب واحد الثمن ويزيدك من عنده. الا هضرتي معهم كيقول لك الدوله اللي دايره لنا هادشي، فهمتي؟ يعني اي حاجه كتهضر معاهم ولا كتبغي تطالب بالحقوق ديالك كيقول لك الدوله. سي هضر مع الدوله، ما تهضرش معنا حنا كنمشيو مع السميك الدوله. بالطبع كيتسبب لك مشكل، لانه كيتسمى من القانون الداخلي للشركه ان ممنوع تصور. وانا صوت على اساس باش نوصل يعني نوصل واحد الميساج للشعب المغربي، المعاناه ديال الشعب المغربي. الا وكنتفاجئ انه تعرضت لتهديد بالمتابعه القضائيه،
وتعارضت بالطرد من العمل، ومع العلم انني ما شديت لا لوغو ديال الشركه لا اسم لا حتى شي حاجه. فيديو عادي كنهضر على حياتي الشخصيه، لا ما قست حتى شي حاجه في السمعه ديالها انا. يعني درت فيديو كان كيبان فيه غير وجهي والطريقه كيفاش خدام، يعني ما شديتش اللوغو ديال الشركه ولا شي حاجه. ومع ذلك انا تعرضت للتهديد بالمتابعه القضائيه، وتعرضت للتهديد بالطرد. حاليا دابا بقى الامور هي هذيك، يعني مازال ما كاين حتى شي جديد، ونتمنى من الله يعني ما يكون حتى شي حاجه. يعني حنايا انا ما نية حسنة، وبغيت نوصل بغيت نوصل صوتي للشعب والصوت ديال الشباب كامل، بغينا نوصلو للشعب. كولاج ما كيخدموش طبعا على التهريب، كاين الشابات، شنو المعاناة ديال الشابات في الكولاج؟ اول حاجة غنهضر عليها بالنسبة للشابات هي التحرش. كيوقعوا لواحد يعني كيوصلوا لواحد التحرش وواحد الضغط النفسي اللي وصلت بهم انهم كيوصلوا للتهديد، يعني باش يبدلوا لهم البوسطات ديالهم الا ما وصلوش للغرض ديالهم. فهمتي شنو بغيت نوصل لك؟ يعني وقعوا بزاف ديال الحوايج، يعني قدامي كتلقى شابه مسكينه طموحه باغا تخدم على راسها وعلى والديها، حتى كيجي واحد الشخص يعني مجهول كيستغل المنصب ديالو وكيخلي انها يعني دار شي حوايج اللي بدون الاراده ديالها، اولا كتلقاها يعني دارتها باش ما تخسرش الخدمه ديالها بزمنا، لانها هي المعيل ديال الوالدين ديالها. فهمتي؟ وبالنسبه للكابلاج معاناه، لا بالنسبه للشباب لا بالنسبه للشابات، كلشي معاناه. وعاد الحياه الزوجه، يعني كتلقى جوج مزوجين في الكابلاج كتلقاهم عايشين واحد الحياه اللي شنقول لك لا اله الا الله وصافي. واش فهمتي؟ ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يشوف من الحال ديالهم ويشوف من الحال ديال جميع الشباب المغربي. خويا فوزي، شنو هي الرساله اللي بغيتي توصل اليوم خلال هذا الفيديو هذا؟ وشنو هي المطالب ديالك انت كواحد من الشعب المغربي؟ المطالب ديالي هو انه اول ميساج غنوصلو للشاب المغربي والشباب المغربي، بالنسبه للناس اللي باغيين يدخلوا للكابلاج وباغيين يبداو في الكابلاج، بالنسبه للشباب ما يخليوش هذه المهنه هذه، ما يقولوش انها مهنه ديال الدوام، مهنه ديال بديل البطاله وصافي. يعني باش يبدلوا البطاله ما يبقاوش جالسين وصافي، واللي لقى ما احسن واللي خدم في الكابلاج ولقى ما احسن يبدل، ما يبقاش بلا ما يفكر. اسمح لي واحد السؤال اخر، انت كشاب واش كتصرف على مراتك، كتصرف على والديك، كتصرف غير على راسك؟ واش ديك الصالير كيكفي؟ انا باقي ما مزوج ويعني وباقي يعني ديال راسي، وكيف كنقولوا بالشعب باللغه الدارجه ديالنا انه واحد فاصي. يعني داك 2600 درهم ما كتقدكش الكاك، كلشي زادوا فيه، كلشي مع الغلاء الاسعار يعني كلشي زادوا فيه. داكشي حتى اللبس يعني الا حاولتي الا 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 عولتي على فلوس الصالير ما غدوز لك. يعني كيف كنقولوا حسن عوان الناس اللي مزوجه، وهذه نصيحه للناس اللي مزوجين وباغيين يخدموا في الكابلاج. الا ما كانش عندك واحد مدخول اخر باش تعاون به ما غيقدكش الفلوس ديال الكابلاج. يعني 2600 ولا 2500 درهم ما غادير لك حتى شي حاجه. رساله للمسؤولين على الكابلاج في المغرب؟ رساله للمسؤولين، كنتمنى من الله يهديهم الله ويشوفوا من حال الشباب لانهم كيعانيوا في صمت، وكيف كنقولوا وصل السيلو للزوبه. يعني بنادم ما وصلت له العظمه هي ما لقاوش الجهد الا جهد الله. يعني بنادم كيف كنقولوا واكلها في العظم ديالو وساكت. نتمنى من الله يشوف من الحال ديالهم ويحاولوا يزيدوا، واخا على الاقل يزيدوا في الصالير بالنسبه للناس اللي مزوجه والناس اللي عندها وليدات والناس اللي باغا يعني باغا عندها واحد الهدف في الحياه. والله يصاوب الجميع. شحال ساعه كتخدم في النهار؟ واقفين طبعا، كتبقى واقفين؟ لا على حسب لي بوست، كاينين لي بوست اللي كيكونوا فيهم الكوسي الكلاس، وكاينين البوست ديال 8 ساعات اللي كتكون واقف فيهم. عندك ثلث ساعه ديال البوست، ثلث ساعه يعني هاد القضيه هادي بغيت نهضر فيها مزيان. ثلث ساعه كتلقى 8 السوايع كونتيني خدامه. عندك ثلث ساعه ديال الماكله، واش تاكل فيها، واش غتصلي فيها، واش دير فيها شي حاجه، ولا تغطلتي غير دقيقه ولا جوج دقائق كتسمع شي حاجه اللي عمرك سمعتيها. كتعرض للاهانه وبزاف ديال الحوايج. يعني كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يحاولوا يبدلوا هذا السيستم ديال الخدمه، لانه ما في صالح حتى شي واحد. الناس كتعاني والله، كتعاني بالله. و 8 ساعات، وكاينين الساعات الاضافيه اللي هي 4 ساعات
يعني كتكون قليل. بعض المرات كتخدم 12 ساعه ولكن اغلبيه كتخدم 8 ساعات كونتيني وكتجيبها كتخدم حتى لحد يعني حتى لحد كتخدمو ماشي مشكل. الله يبارك فيك اخويا، الله يجازيك بخير علينا وعليك اخويا، وكنشكر قناه اشواقع وعلى حسن الاستضافه ديالكم، وكنشكر الطاقم التقني كامل، وتحيه للشعب المغربي الشاب الطموح اللي باغي يوصل وباغي يحقق واحد الهدف ديالو. وش نقول لك، الله يصاوب الجميع. تحياتي لكم اخي، شكرا، الله يجازيك بخير اخي، الله يحفظك. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.